مشاهدينا في كل مكان، مشاهدين تليجراف مصر، اهلا بكم معانا في لقاء جديد من داخل محافظه دمياط. العقل السليم في الجسم السليم. شمس بطلت التسع سنوات زي ما حضراتكم شايفين، هي بطله بتلعب كاراتيه بقى لها فتره، ومامتها طبعا دعمتها واصبحت بطله جمهوريه، وبتطمح وبتحلم تكون بطله عالم. هنعرف تفاصيل كتير عن شمس وقصتها في هذا اللقاء. زي ما حضراتكم شايفين شمس دلوقتي في التدريب وسط ابطال صغيرين، منهم ابطال جمهوريه ولاعبين منتخب، ولكن يعني شمس تعتبر من اصغر اللاعبات اللي حصلوا على بطولات. اهلا بيكي معانا. اسمك ايه؟ شمس. شمس، عرفينا بنفسك وبقالك كام سنه بتلعبي؟ سنتين. سنتين؟ حصلتي على بطولات ايه؟ يعني احنا سامعين ان انت بطله كبيره بقى وبطله الجمهوريه. كلهم او مركز اول. مركز اول، اوكي. حاجات كتير حصلت فيها على مركز اول. بتروحي بقى مع مين؟ مين اللي دعمك؟ ماما. ماما؟ ماما دعمك؟ ايه؟ جبت معاها كل الحاجات. تمام. قولي لنا، يعني انت بتروحي المدرسه وانت بتتدربي ولا بتتدربي في الصيف بس؟ لا، انا بتدرب في كله. ايه؟ ما انا بتدرب في كله. بتتدربي في كله، حتى في المدارس. طب بتذاكري امتى بقى؟ مثلا بعد ما اخلص مثلا الدرس اروح مثلا انام، وبكره اكمله واتدرب على التمرين. يعني انت بتوفقي ما بين الدراسه وانت شاطره في المدرسه ولا بس في الكاراتيه؟ الاثنين. الاثنين. مين اللي بيدربك بقى؟ الكابتن شريف. كابتن شريف. اكتر حركه بتعمليها ايه؟ اللي هي هيا الندان. ايه؟ هيا الندان. هيا الندان. ممكن نشوفها قريب؟ ورينا كده. هي دي؟ دي اكتر حاجه بتحبيها وتعمليها؟ يعني مين اكتر حد بيشجعك وخلاكي تبقي بطله كده وشاطره؟ ماما. ماما. ماما نسمع كده عن شمس، تكلميني عن شمس وازاي انت وفقتي ما بين الاثنين. مفيش، هي شمس حابه ان هي تلعب اللعبه دي اصلا، فانا بشجعها بس على كده. قولي لنا، قدرت توفقوا ما بين الدراسه وما بين التدريب ازاي؟ لان هي بيبقى لها 3 ايام في الاسبوع بس. فالثلاث ايام دول هي احنا بنحاول نوفق بينها، لان طبعا عشان ما نقصرش في مذاكرتها وكده. وانا بشتغل، بشتغل اونلاين بس على النت وكده، ومن جنبها برضو بحاول ان انا اوفق لبنتي وقت ان هي برضو تاخد راحتها في المذاكره. لا، هو انا اللي كنت فارضه عليها، انا اللي كنت غاويه ان هي مثلا تروح اي لعبه، فما ودتها اللعبه دي، حسيت ان هي حابه الموضوع، والكابتن كمان شجعها على كده. فرقت معاها بدراستها يعني؟ اكيد طبعا، اكيد. وكل ما بتاخد بطولات كل ما بتحب اللعبه اكتر، كل ما بتشجع بزياده. طبعا الحمد لله. الجسم السليم، العقل السليم. بالظبط كده. لا، بالظبط كده فعلا، وما اثرتش مع شمس في حاجه سلبيه خالص، بالعكس. في المدرسه بقى المدرسين بتوعك فرحانين بيكي كده ولا لا؟ بيحبوني. بيحبوكي انت في المدرسه. طب عايزين نشوفها كده يا كابتن. هنشوف كمان كابتن شريف، لان هنا في نماذج كتير ايجابيه زي شمس وابطال كتير. كلمنا عن شمس في التدريب، تعادتك ولا كانت حابه ده ولا ايه؟ لا، هي شمس اول ما جات لي كانت لاعبه موهوبه، يعني تبدا كانت لاعبه موهوبه، عندها مهاره بس عايزه تتنمى، فبدانا على تشغيل تنميه المهاره. انا شايف حضرتك جايب يعني اطفال صغيرين، يعني انت بتبدا معاهم من بدري. طبعا بتدي من 3 سنين ونص. الاتحاد عندنا بيضم اللعيبه من 4 سنين فيما فوق للانضمام للاختبارات الفرعيه الاحزاب. هي بدات معاك من عندها كام سنه؟ يعني بدات تقريبا من 4 سنين 5 سنين. كانت حابه ده وعندها بقى
فضل بقى لحد ما اشتغلنا على تنميه المهاره بتاعتها ووصلت للبطولات والليفل اللي هي وصلت عليه. ممكن نشوف هي بتلعب كده مع زميلها؟ تمام. مش هنشوف كده شمس وهي بتلعب الكاتا، وكمان بيلعبوا العاب كتير كلهم ابطال زي ما حضراتكم شايفين لحد ما بيوصلوا لبطولات العالم. طبعا الرياضة هنعرف كمان يا كابتن قول لنا اثر الرياضة على الولاد، يعني هما في الدراسة هل هما بيكملوا تدريب واثر ده عليهم في الدراسة؟ لا، بالنسبة للنشاط الرياضي متواصل طول السنة، تمام، طول العام شغالين طول العام. عشان احنا اصلا الاتحاد حاطط لك خطة ماشي عليها، خطة بطولات وخطة اختبارات طريقة حسابها. يعني ده ما بيأثرش عليهم في الدراسة ولا ده بيكون له تأثير إيجابي؟ لا بالعكس، احنا في عندنا عمالقة الكاراتيه على مستوى الوطن العربي وحاسين على البطولات الأولمبياد، جيانا فاروق، دكتورة جيانا فاروق، دكتورة فريال أشرف، طبعا علم ورياضة، فالخطة معروفة، الخطة ماشية عليها، وأبطال أولمبياد. بيبقوا متفوقين دراسيا. دراسيا ومهاريا وعلميا وحتى في حياتهم العملية. أنا بتوقع ان هي في استجابه منها هيوصلها لده. ان شاء الله البنت مهاره فوق، يعني فوق الممتازه بالنسبه للكاتا، بالنسبه للكوميتي شغاله على خطه وحاطين برنامج معين شغالين عليه، ان شاء الله نوصلها في اقرب وقت. زي ما حضراتكم شفتوا وتابعتوا معانا، الرياضه طبعا مش بتعطل عن الدراسه ابدا، ولكن بتفتح المخ وال الجسم السليم او العقل السليم في الجسم السليم. شمس من النماذج الجميله اللي حابين نسلط النهارده الضوء عليها، قصه كفاح والدتها بتشتغل اونلاين وطبعا علشان تدعم بنتها وتوصلها للي هي بتتمناه، وصلت واخذت البطوله الجمهوريه وبتتمنى ان تحصل على بطولات على مستوى العالم في لعبة الكاراتيه، لعبة طبعا مش اي حد بيعرف يلعبها، ولكن معشوقة الجماهير في كتير والاف وملايين بيحبوا اللعبه دي على مستوى العالم، ولكن مش كل الولاد بيحبوها. زي ما حضراتكم شايفين الحماس بتاع شمس في التدريب، متحمسه جدا وبتلعب والولاد كلهم متحمسين بيحبوها. زي ما حضراتكم شايفين احنا بنناشد كل اللي بيشوفونا ان هم يشجعوا اولادهم على ممارسه الرياضه اللي بتشجعهم كمان على التفوق الدراسي. كنت معاكم من محافظه دمياط منى عبد الله، شكرا لمتابعتكم.